حسن صبحي وموهبه فذه بالنسبه للكوره يعني، فهو عشان نقول يستنى تاني مش عارفين، لكن هو بالتالي بدري احسن يعني، هو الصفقه بتاعته كده كويسه. يعني شايف السن ده المناسب مناسب اه يعني. طب انا شايف ان رمضان صبحي ممكن ينجح بره زي محمد صلاح زي محمد النني، ولا ممكن الصفقه تفشل ويرجع ويعود تاني للنادي الاهلي؟ لا هو رمضان بالذات بالذات يعني ان هو لعيب واقف على رجله كويس، فاعتقد ان هو هينجح لان هو واقف على رجله كويس بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يديله وده هيبقى في مصلحه الكره المصريه. تمام. بالنسبه لصفقه بقى مروان محسن النادي الاسماعيلي انتقل للنادي الاهلي، شايف ان الصفقه ناجحه؟ هل هيقوم بدور ايفونا ولا هيبقى؟ لا انا شايف برده هيبقى صعب شويه. انا شايف برده ان مروان محسن لعيب كويس برده بس بالنسبه لايفونا يعني بيتهيألي ايفونا بدنيا اقوى شويه. ان شاء الله هينجح. هينجح يعني. لعيب ماهر وكويس وجميل ولسه سنه صغير ومستقبله حلو. يعني في اراء بتقول لا اللي هو كان لازم يقعد مع الاهلي على الاقل سنتين سنه كمان، ولا احنا بنقول ان هو يقعد مع الاهلي لان هو كفاءه، فاحنا مش عايزين واحد كفاءه يطلع من الاهلي بسهوله يعني. انت شايف ان ده السن سنه كويس وجميل جدا اه زي ما هاني رمزي طلع صغير واستحترف بره وبقى مستقبله كويس، احنا برضه عايزين نجوم عندنا تطلع. يعني تعتقد انه نسبه فشله هتبقى ضعيفه يعني؟ لا ما ان شاء الله بنزل رمضان صبحي ما فيش فشل ان شاء الله لان لعب كفاءه من صغره يعني. طب هننتقل من صفقه رمضان صبحي، عايزين بقى راي حضرتك برضه في صفقه مروان محسن انتقل من النادي الاسماعيلي للنادي الاهلي. شايف اضافه كويسه للنادي الاهلي؟ لا هو اضافه لان لعيبه الاسماعيلي كلهم لعيبه ممتازه ولعب برازيلي وبيقول الاهلي بينجحوا. انا شايف طالما الفرصه جات له يطلع يكمل بره وبالتوفيق ان شاء الله، والنادي الاهلي مش واقف على رمضان صبحي، النادي الاهلي ممكن يطلع 100 رمضان صبحي، مش النادي الاهلي اللي واقف على رمضان صبحي، لان كان في ابو تريكه قبل كده برضه ما وقفش على ابو تريكه. انا شايف ان اداء رمضان صبحي ما اثرش الفتره الاخيره، في ناس قالت لا اداؤه اثر غيابه. لا هي صدفه بس، وكان عبد الله سعيد كان مصاب والناس دي كلها كانت مصابه، فده اللي عمل دروب في الفرقه يعني، وبرده مستوى شريف اكرامي كان اقل من المتوقع، فده اللي عمل دروب الاكبر يعني. طب شايف صفقه مروان محسن انتقل من النادي الاسماعيلي للنادي الاهلي، مروان محسن مهاجم النادي الاسماعيلي، ما عارف مروان محسن شايف انه هيقدر يثبت نفسه؟ هل الصفقه هتنجح ولا؟ مروان محسن لاعب ممتاز جدا 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 جدا، بس انا اخشى بقى انه يجي النادي الاهلي يعمل زي اللعيبه اللي جت قبل كده زي احمد رؤوف واحمد عبد الظاهر والناس دي، فنتعشى في رمضان صبحي ان هو يجي يعني فعلا يفيد حته راس الحربه او مركز الهجوم. ان شاء الله تبقى صفقه راكعه باذن الله. طب ننتقل الى صفقه علي معلول، خلاص رسميا هيوصل. علي معلول صفقه ناجحه ناجحه ناجحه، خاصه الاهلي اساسا عايز حد في الشمال، ان جابت ايام صبر رحيل ديت بصراحه يعني تعبانه شويه، فعلي معلول ربنا يسهل ويسد الحته دي. تمام. يمكن يعوض رمضان سيد معوض لغايه دلوقتي يعني مش عارفين. انت شايف انه ممكن يبقى خليفه سيد معوض؟ نتمنى لغايه دلوقتي ما فيش حد جه زي سيد معوض ولا محمد عبد الله يرحمه لغايه دلوقتي، والنادي الاهلي بيعاني كتير قوي ان جاب مش قد يعني مش لا لا هو لا, لا هو صبر حيل كويس بس عايز يجتهد اكتر. ان شاء الله ينجح باذن الله وربنا يكرمه، هو يعني مؤهل ان هو يكون لاعب عالمي يعني ان شاء الله باذن الله. في اراء بتقول لا ان هو كان لازم يقعد سنه سنتين في النادي الاهلي، ولا شايف ده سن مناسب للاحتراف؟ لا هو لما يروح هو سنه صغير كده ان شاء الله ربنا يكرمه هناك ويتدرب كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه كده ويبقى زي محمد صلاح واحسن ان شاء الله. شايف انه ممكن يتفوق على محمد صلاح ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لصفقه مروان محسن طبعا انتقل المهاجم النادي الاسماعيلي، انت ايه رايك في الصفقه دي عموما؟ هل هينجح ولا هيفشل؟ ان شاء الله هينجح. مروان محسن لاعب مجتهد ونشيط وان شاء الله ربنا يكرمه يعني، هو من اللعيبه الممتازين او من المهاجمين الممتازين في مصر بل يكون في افريقيا. شايف ممكن يعمل حاجه مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه كده جنب متعب وربنا يكرمه. بالنسبه بقى يجي للصفقه السوبر علي معلول، انت طبعا علي معلول لاعب افريقي لاعب تونسي مميز وربنا يكرمه ينفع النادي الاهلي في الجبهه الشمال يعني بتاعتنا، ومع صبر الرحيل ومع حسين لو قعد او لو راح الزمالك مش هتفرق. شايف انه ممكن يكون خليفه سيد معوض في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يبقى خليفته وربنا يكرمه يعني. هينجح عشان هو لاعب محترم بصراحه. شايف انه لعيب مهاري ومستواه ليه بالدوري الانجليزي. تمام. بالنسبه لصفقه مروان محسن انتقل من النادي الاسماعيلي للنادي الاهلي، شايف انها صفقه قويه واضافه للنادي الاهلي، ولا ممكن يبقى على الدكه زيه زي لعيبه كتير جت النادي الاهلي؟ لا هو ممكن يكون على الدكه بس ده 10 مليون يعني. شايف بس هو يقعد على الدكه لغايه اما هو بيبدا يشتغل بعد كده. تمام. يعني شايف انه ممكن في الاول يقعد على الدكه ما يعرفش. تمام. صفقه طبعا انت عارف علي معلول خلاص النهارده هيوصل او بكره النادي الاهلي، شايف الصفقه ازاي علي معلول هينجح مع النادي الاهلي؟ في ناس بتقول لك لا ده سنه كبير شويه. لا بس هينجح 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 معلول.